انا اصلا كمان براجع الحاجات دي وانا انت داخل مش انام. هتبقى غدة ولا برضه لأ؟ انت يعني مش انا قلنا انت هتتشفي وهتدفعي. اه ماشي. صح. هتبطلي هتبطلي ده هتبطلي تاخدي كام ده ولا غدة كام؟ باخد ايه؟ كام؟ كام غدة 100؟ 100 100 ودلوقتي 100 ويوم 100 ويوم 150 لان كانت عيلتي مني شوية. بس انا حاسة ان انا ممكن اللي هو الضغط هتبطلي نسيته امبارح. شفت الضغط اه مظبوط. اه نسيته امبارح هي جاية تكشف هي ولا هي البنت جاية تكشف؟ ما تقولي حاجة يا سيادة اللواء. قولي يا سيادة اللواء. الستات ناصحين اه قالت اه احنا نخش عائليا. طب فين بقيه الولاد؟ فين بقيه الولاد ما جبتهمش ليه؟ عندي بهاء هتجيب لك بس انا عندي المره الجايه بهاء بهاء وقف ولا لسه يعني بينتشر ولا لسه؟ هو كل ما شفت بقى العيله كلها تاكل نفس الاكل الغلط فكله بقى اتدمر وانت هتلاقيك بقى انت شويه كوليسترول عالي. لا صح صح ولا مش حسيت صدر ويوريك اسيد يعني كل واحد بياخد له سكه بس هو نفس الاكل العك بتاعنا احنا بيتنا فيه خير منحوسات كتير لازم اللحوم والبنين واللحوم بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله عارف انا اسحب منهم ازاي نسحب حكايه اللحوم دي شويه شويه اه انا باكل لا اللحمه بصوا انا هقول لكم السلام عليكم ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ احنا انا عندي مفاجاه جميله قوي قوي والله النهارده بص يا ست الكل اكتر اكل يجهد جسمك هضما وتمثيلا ده بداية يعني اللحمة ثانيا كيميائيا بيفرز كمية او نواتج وكمية احماض غير عادية في البلازما فجسمك بيقعد مجهد بعدها فترة طويلة البروتين سواء نباتي زي اللي هو بيقول عليه الفول والحاجات القرف ده وحيوان اللي هو اللحمة وطبعا ادنى اللحوم على وجه الارض صدور الفراخ اللي هي احنا كلنا المكرونة والبانيه دي بسرعة وش ما فيهاش تبقى التاك. السلام عليكم ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ بصوا بقى هو في مفاجاه احنا انا جاي لي حاله رودينه جايه تشغل ابيليبسي كهرباء مخ وفجاه الموضوع فصل اصلا احنا مش اصلا معاها اساسا احنا مع الاستاذه شوشو بقى مع تجربتها القويه تمام؟ استاذه شوشو بتعاني من ذئبه حمراء بقى لك كام سنه يا ستي؟ بقى لي حوالي حاجه 20 سنه من وانا حاجة وعشرين سنة هي تتكلم بقى هي تحكي وتقول عملت ايه وهي اللي بترد على الناس اصلا اصلا اكتشفت ان هي انا اللي بقى بيج فان لا هتبقي من المؤسسين الكو فاوندرز هي اللي هتتكلم النهارده وهتحكي سألت ليه على انت مشيت يا باشا على النظام ولا لا؟ لا ما مشيتش انت على النظام ايوه انا خدت بالي اتفضلي يا سيدي رشا انا مشيت على انت شفتيني ازاي شفتيني بالصدفه اه لقيت يعني حاجات حلقه كده غريبه وسمعت كلام غريب قعدت دخلت كده قال العلاج ما فيش بقى لا روماتويد ولا ذئبه حمراء الحاجات كلها تتعالج الحاجات دي مش موجوده اصلا اه وانا عندي قولون وكله وحضرتك قلت ان البدايه من المعده لان يعني دي الحاجه الوحيده اللي ربنا سابنا احنا نتحكم فيها ان احنا اللي بندخل الاكل فانا قعدت اسمع بيض لا انا كل يوم لازم البيض الصبح لازم كل يوم البيضه المسلوقه مع سندوتش الجبنه هيلثي لايف ستايل اه وكوبايه الشاي فوجئت وعشان كل ده عشان ما يجيليش امساك ولازم اجيب جنبي الكابوتشا والخس والجرجير والخيار وانا فاكره نفسي ماشيه صح بقى خضره زي ما الدكاتره قالوا لي فوجئت بقى زبادي ولا لسه في زبادي؟ لا رايب لبن رايب انا بشرب رايب انا ما بحبش اللبن في الالبان الرايب اه انا احب الرايب والجبن البيضاء اه اللي هي العجبه قال عشان الاملاح وعظمي الله فيكي فشغاله جبنه وبيضاء عظمي سامع يا باشا ايه بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ انت مش عارف تتكلم صح؟ انت كل ده كوارث طبعا حضرتك كل ده كوارث عملت ايه بقى؟ بعد ما شفت الفيديو قلت ايه؟ جبت بقى نزلت يعني اقتنعت في ساعتها؟ لا استغربت جالي ذهول كده ايه ده؟ ده الكالسيوم في اللبن وانا ما بشربش لبن عشان كده عظمي واجعني انا بشرب رايب بس وقالوا لا لازم لبن هو ايه ده مش عارفين والبيض قالوا لي لازم كل يوم على الاقل بيضه بيضتين ده كوليسترول نافع ده مش ضار انت عندك كوليسترول اللي هو في عينيا ده اللي هو دهون ثلاثيه قالوا لا البيض حلو ما يعليش كوليسترول انا شغاله بيض بقى وهيلين قولون وهيريح الدنيا لقيت نفسي بقى انا زي ما انا تعبانه وعماله ازود جرعه الميزوتريكسات يا حبيبتي بتشتغل ميزوتريكسات بقى لي سنين وعماله ازود الجرعه وبعدين ادتني دخلت لي كورتيزون في النص لما حالتي سائد قوي فقالت لي ناخد جرعه كورتيزون بقى تقويكي شويه فوائد صح فوقتي لا مت فوقتي انا ما بقتش اقوم بقى من على السرير خالص انا بقى هما يعملوا اكل الست دي من قريب
الكلام يعني انا اتدهورت في الاواخر كمان زياده تمام لحد ما اتقابلنا بقى لغايه ما جالي الضغط عالي الضغط فجاه وصل 200 وانا مش عارفه الضغط ده من ايه لما اديتني الكورتيزون الضغط عالي لقيت نفسي وصلت 200 ونزلت الاستقبال ما انا بقى دخلت استقبال رحت الاستقبال قالوا لي ده انت مريض الضغط وبقالك فتره وانت مش عارفه تمام فما خدت كورتيزون ضرب وجيت اعمل سناني بعد ما خرجت جاتني نوبه وقعت بقى من الضغط الضغط وقعني في الارض في المستشفى ودخلت الاستقبال عشان بس حقنه بنج فقالوا لا ده انت اصلا ده اللي بينها لكن انت اصلا واخده قبلها قلت لهم كورتيزون جرعه كورتيزون عاليه قالوا لي وقبلها قلت لهم كنت دايما لا لا هم عاملين دوروا على سبب هو اللي قبلها كانت اكله فيها حته بيتزا صغيره وخلاص ده اللي انت عامله ما البيتزاتي على طول سمعت البيتزات على طول سمعت ده اساسي حضرتك بتقول والبان كيك يعني سمعتني يعني المخبوزات بتحصرك ما هو المشكله انت بتحارب ليه؟ لان هم مدخلين الدقيق في كل حاجه حتى كمبيض بيخش عايزين يبيضوا طحينه عايزين يبيضوا فول ما هو بيجوا يدمسوا الفول بيحطوا دقيق ما هو كيلو ب7 جنيه ارمي ده ارخص من الجبس دانكن دونتس كلها قايمه على دقيق ماكدونالدز قايمه على دقيق صح ولا مش صح؟ السلاسل العالميه مش قايمه على الستاف اللي بيتباع هو على الدقيق اللي بيتباع طعمه صح ولا مش صح؟ وهو سهل وسيله سهله وانت كنت محترفه مخبوزات. اما وقفتي بقى وقفتي معايا النظام بقالك قد ايه؟ بقالي دلوقتي داخله في رابع اسبوع اللي جاي ده. ده 3 اسابيع كده؟ 3 اسابيع. قعدت اول اسبوع لما سحبت الميزوتركسات وباكل نفس الاسماك لحضرتك انك ايه شويه بيبقى جسمك بياخد ويدي في الاول. طبعا. قعدت استحملت اول اسبوع، بعد كده لقيت نفسي فقت. مودك عامل ايه؟ بخرج معاهم ما كنتش بخرج هم اللي يروحوا ويصوروا. رد عليا يا باشا. لا رد عليا قول لي مودها هي عامله ايه؟ لا غيرت خالص بقت فايق خالص بجد؟ يعني انت جاي معاها النهارده مقتنع بالكلام؟ طبعا انت بطلت الميزوتريكسيت خلاص؟ شاطره بقى لي 3 اسابيع شاطره وايه تاني؟ خايفه اقرب من دواء الغده ودواء الضغط لا بس نسيته امبارح افتكرت بالليل ان انا ما خدتوش بس ما حسيتش بطن في ودني ولا الحاجات اللي تحصل خلاص يبقى انت ماشيه صح انت ماشيه كما يقول الكتاب لا مش وحتى الفراخ مش بقرب منها هم ياكلوها بس انا ما بقربش شاطره باخد اخلي شويه شاورما او حته لحمه مثلا بقى في الثلاجه كلها والرز هو غذائي التوست والرز الصبح بالليل توست وفي النص في الغداء رز انت شاطره انت مذاكره كل حاجه كل حاجه ايوه خلاص ده انا حافظه الفيديوهات كلها وارد على اللي بيسال سؤال اروح رد عليه وانت ربنا يكتب لك ثواب وطائمين عليا انت ست ربنا انعم عليكي بالشفاء من غير ما تتقابل انا وانت صح؟ وبدعي لك ودعاك وصل والله دعاك وصل وربنا يبارك ويفتح الحمد لله هتنصحيهم بحاجه قبل ما اقفل؟ خلاص انت قلت كل حاجه عايز تنصحيهم بحاجه لا مفيش مرض فاهمين مفيش مرض انا ما كنتش مصدقش شلنا السموم جسمنا تعافى يعني انا بقالي 26 سنه بلف على الدكاتره يا جماعه حوشوا الالم من عليا حوشوا الالم من صوابعي انا عايزه اعمل لعيالي اكل من صوابعها عايزه تعمل اكل ربنا بيمنحها تعمل اكل اصلا دي فلسفه الهيه هو عين الروماتويد دي اللي بتتشال مش بعيد جسمه عشان ما ياكلش امنع القرف ده اللي بتاكله جسمك بيرد لي الخبر افهموه بقى مش قادره افهم فاهمني يا باشا انا مالها ما بتتحركش والامساك هدي وخف كان عندي امساك لدرجه ان جالي شرخ شرجي وعندي بواسير ولازم اعمل عمليه ورافضين يدخلوني عمليات عشان الذئبه مش مظبوط فهم منعني الامساك راح مفيش ارتجاع كنت اتجشع بقى بطلت هدي الموضوع هدي خالص واشرب لبن رايب عشان المزاج يرتاح هو الالم بس لما جيت امبارح يعني الست مش قادره تيجي واخده دور بره فانا بقى قمت بقى انا خلاص بقى لي فتره حاسه ان مفيش الم رحت داخله المطبخ ماليه غساله الاطباق وماسكه بقى الحله الواعمه لقيت بقى ايه تاني يوم مفاصلها شويه خلي بالك العضلات خدت على ان انا ما بعملش حاجه فانا لما قمت هجرت يا بوسات خلي بالك سنين واول مره خرجت معاهم لما لقيت نفسي خفيف فخرجت معاهم رجعت تعبانه شويه تاني يوم او تالت يوم خرجت بقى مش بحس التعب مع الخروج بس في الاول يعني هو حاجه جديده عليا ان انا اتحرك بسرعه ان انا امسك بسرعه انا كنت اقلب الاكل كده بالمعلقه بعد ما اطفي على الاكل انا مش قادره دلوقتي اقلب الاكل فانا مش مصدقه يعني بحس بقول ان ده دكتور معجزه دكتور ده ربنا بعته لنا معجزه والله الكلام سهل بس ليه تتطبق؟ انا مش مصدق ان العلاج كان سهل كده وانا ما اعرفش. يعني الكلام سهل هم زعلانين ليه؟ عمر ما حد نصحني بالعلاج. يا باشا اصل انا مصلحتي ان مفيش يبقى في حد عيان وخلاص. طبعا. هي مصلحتي. طبعا.
ولا انا حاجه بتاع باشا باشا ما هي رساله ورساله للبشر كلها ما فيش لا فيها فرق بقى مصري ولا مش مصري ولا الناس ما بتسمع. خد تجربتك بتروح امريكا على فكره، انا متابعين من امريكا وسيدني استراليا وكتير كتير وبيتعالجوا وناس بتنشر العلم وما بتدخلش انك تقول يعني انت خفيتي. ده في واحده كانت بتكلمك على اللايف فبتقول لها ما دام انت خفيتي وبقيتي كويسه انت عايزه تيجي تكشفي عندي لقيتك. أيوة. مستغرباك يعني انا مستغرباك. انا جات لي عيانه اول امبارح، اول ما دخلت هي كانت من داف كومنت دخلت قالت لي انا قعدت 3 اسابيع على نظامك، بطلت كذا وبطلت الدواء الفلاني. قلت لها يا ستي الف مبروك، انت جايه ليه؟ خدي الكشف بتاعك وراها. قالت لي لا انا عايزه اكمل، انت حقك. صح. لا وعشان تفضل ليه يعني جاي ليه اتحسنت اتخفيت؟ لا الواحد بيبقى خايف ومحتاج ان هو دايما ياخد توجيهات اول باول من حضرتك. يعني انا خايفه برضو عملت اول خطوه صح، بس اخاف لازم اتابع برهة ان انا بطل لك ده ومش عند حد غير بقى الدكتور بتاعي. ايوه ولازم دايما ابقى مطمنه وقايله لك انا هسحب ده ازاي. لا بس انت عملت ده مع الميزوتريكسات ليه بقى؟ ليه مش معنى الميزوتريكسات؟ لان كان ساعات الدكتوره كتير تقولي لما يجي لك التهابات شديده او ضرسك اسحبي عشان مناعتك تعلى فتقدري تقاومي التهاب. المناعه الميزوتريكسات بيوقعها. انا جالي حزام ناري لما علت الجرعه تاني حزام ناري. ده هو بيضيع مناعتك. ما هو عشان ما تنشطش الذئبه، عشان الاجسام المضاده ما تهجمش عليا. طب الاجسام المضاده دي من الاكل بس. الاجسام المضاده ايه اللي صحصحها؟ جهاز مناعتك مش غبي بيدور على الغلطات اللي بتعملها فبيصحصح. انا بهدهولك اسبوعين بخلي جهاز مناعتك يرجع زي بتاع نيو بورن لسه مولود بيتعرف من اول وجديد وهادي. عشان كده غلطتها النهارده بفوره. يعني لو خلفتني مره كانت بيضه هتقعد اسبوع تعيط وتقعد في الارض اسبوع 7 ايام. لا مره اكلت مكرونه بشاميل معاهم اتبقت حته اصلا واكلاها. اسمع صحيت الصبح مش عارفه اروح الحمام كده بس خدت علقه دي هتشلم. جات لي علقه كده خدت علقه الصبح. تقف اوعي تعملي كده تاني. جسمك بيرد لك زعلان منه رضيه اذكى منك وردوده افعاله كلها ذكيه. سبحان الله سبحان كلها ذكيه. الشفره بتاعته اللي بيشتغل شفرته رشا انا مبسوط وانا مبسوطه وحاسه ان ربنا بعتك ليه لان انا صابره ودايما احمد ربنا في الصلاه واقول بس يا رب اعف عني. حسيتك جتني مفاجاه على الفيق. يعني انا لقيتك حاجه كده حلقه غريبه وقلت ادخل اسمع كان ربنا قبل دعائي ان هعفي عنك شويه، هعفي من الالم اللي انت فيه بقالك سنين. وبزعل وبعيط زياده لما بلاقي نفسي مش قادره اعمل اكل لاولادي واخدمهم فبكتئب زياده فالمرض بينشط زياده كده. انا ابتديت احس ان انا ربنا عفى عني شويه وبقيت بقى ايه ادلعهم شويه بدل ما انا سايباهم دايما كده. الحمد لله ربنا يكرمك يا دكتور. خيرك. احنا متشكرين يا جماعه وبنشكر الاستاذه رشا وربنا يا رب يتم الشفاء على كل مريض يا رب ان شاء الله يا رب.